وبكده أصحابنا العباقرة جمعوا 10 نقط في فقرة المعرفة والفنون، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 70 نقطة في خزنة البنك الأهلي المصري، الدعم الأكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر. شغل من البيت مرتب 3000 جنيه في اليوم، هل انت مهتم؟ اه طبعا مهتم. يا رب لو اللينك ده نصب يا وريني علامه يا رب. سليم ان شاء الله يا فندم. بس هم طالبين بيانات كتيره قوي. عربيه حضرتك انفجرت وده اللي بقى منها. بس يا شغلانه دي نحس. بقول لحضرتك ايه بقى، لقينا قطه سودا ماشيه في الشارع عماله تقول عايزه ساميه عايزه ساميه. ده ما يحطش البيانات. يا استاذه انا لقيت الموميا دي وقالت انها تعرفك. انا هعرف موميا منين؟ يعني ايه الرعب ده؟ احنا لقينا ساحره شريره عجوزه شبه حضرتك بالظبط. انا شبه الست دي؟ اه. دي علامه دي ولا ايه؟ مش محتاجه علامات، اللي اوله هات بيانات اخره سرقه حسابات. ما تشاركيش بياناتك الشخصيه او البنكيه على اي لينك يجيلك من مصدر ما تعرفيهوش. لو بياناتك راحت فلوسك راحت. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. شروط التكافل سهلة وبسيطة وكلها لمصلحتنا. أنا بروح الوحدة الصحية عشان صحتي وصحة ولادي. النهاردة لما أعلم ابني بكرة يكبر ويسندني. كارت التكافل بيسد معايا في المصاريف. بنتي مش هجوزها إلا بعد 18 سنة عشان صحتها وتقدر ترعبت. من ساعة ما جالنا دعم تكافل سيوة وإحنا ماشيين على الشروط. أنا مش بغيب من المدرسة خالص. أهم شرط ما نجوزش بناتنا قبل سن 18 سنة. أنا هتخرج السنة دي وهساعد أهلي، ودي فايدتي التعليم. خليكي فاكرة إن دعم تكافل بشرط، المتابعة في الوحدة الصحية، الانتظام في المدرسة، وولادنا ما يتجوزوش قبل 18 سنة. يعني الأول شرط، آخره فلوس في الكارت. تكافل وكرامة لمصر بلا عوز. هذا البرنامج برعاية من يهتم بالتعليم في مصر.